هناك عدة مشاريع، لأن ما فيش الآن الاستثمارات المباشرة بحجم كبير من مصر لكازاخستان ومن كازاخستان لمصر مع الأسف. وهناك مشروع قائم وهو إنشاء المصنع المصري، مصري يعني للصناعات الأدوية في ألماطة، ومشروع قائم وتحت مراقبة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والآن نبحث عن الشركاء من طرف الكازاخي وسوف ننفذه إن شاء الله خلال في نهاية هذه السنة نبدأ إنشاء هذا المصنع إن شاء الله. كل هناك تقريبا 200 مليون 180 مليون نسمة استثمار ناجح، 180 مليون نسمة، سوق ضخم جدا يعني. والدول الاتحاد الراسي شغال فيها الاتحاد الجمركي، يعني ما ندفعش احنا ضرائب داخل هذا 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 الاتحاد. وده شيء جيد جدا يعني، تسهيل رائع. احنا ممكن نوصل بهذه الادويه في كل المنطقه يعني، وروسيا وبيلاروسيا وقرغيزستان وارمينيا.